أعزائي المشاهدين تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم بأجمل وأرق تحية وأقدم لكم برنامج العائلة العراقية، برنامج هموم الناس من على شاشة سامراء الفضائية. اليوم الخميس 8 كانون الأول 2016، عودكم دائما هذا البرنامج على متابعة أحوال النازحين والعوائل التي لديها معاقين، وأيضا متابعة الدوائر الخدمية التي تقدم خدمة للمواطنين. ذكرنا في كل حلقة أعزائي المشاهدين أنه يعني أي شيء سلبي إحنا نحاول من خلال شاشة سامراء، طبعا مو فقط من خلال برنامج هموم الناس ومن كل البرامج الموجودة في القناة، أنه نحاول أن نرصد هذه السلبية ليس للتشهير وإنما حتى تكون هناك تعديل وإيضاح لهذا الموضوع، وبالتالي المعالجة الفورية والقضاء على هذه الحالة السلبية. أما الحالة الإيجابية فهي مفرحة. دائما برنامج هموم الناس يتابع أحوال النازحين، ولو ما شاء الله الآن كل البرامج يعني تغطية دائما على النازحين، وهذا شيء مفرح طبعا، لأن النازح الآن يريد من عندنا كل شيء. الآن همنا الوحيد هو يعني النازح يعني المشاكل اللي تصير بالنازحين وخاصة النازحين أينما شوفوا الآن تفاقموا إلى أكثر والزايدة إلى أكثر من 100,000 نازح لحد الآن في مخيمات مختلفة في شمال العراق، وهذا يعني شيء جزاهم الله ألف خير. إقليم كردستان تستوعب وتستقبل كافة النازحين. إحنا عندنا مشكلة واحدة يا أخوان، دائما نذكر شيء واحد، أنه إحنا الناشد الخيرين، الناشد الناس الطيبة. الآن الحكومة مثل ما تشوفون يعني إقرار الموازنة كانت يوم أمس، بدت الحكومة الآن يبين عليها مثل ذاك اللي يلبس دشداشة جديدة، قامت الدشداشة الجديدة تنتهي بمرور السنوات. يعني قاموا يقطعون من الموظفين، قاموا يقطعون من المتقاعدين، قاموا التعيينات وقفت، قام يبين على العراق المشاكل ويبين على العراق الاقتصاد والتقشف، وهذه مشكلة. لكن المسؤولين والرئاسات الثلاث والبرلمان وكل الناس هذه ما اجوا يمهم ولا لعبوا برواتبهم، زين هذه مشكلة، وإنما مشكلة على الفقير، على المسكين، على اللي ما عنده، على اللي حصر عليه شيشة الدواء. وهاي شوف قدامكم هسه، احنا لو متفازعين وكل يعني هسه ما جابوا طاري حتى للفلوس النازحين، شوفوا من النازحين مساكين. ويعني زملائنا جوي اليوم من خازر يقول والله حتى مي ماكو، وين لعد الإعلام؟ وينكم يا الإعلاميين؟ احنا نريدكم لعد تنقلون الشيء الصحيح والصادق. احنا ان شاء الله قطعنا عهد ان نروح نشوفهم ونتجول. احنا المشكله يا اخوان مو هذه المشكله، المشكله اكو منع للإعلاميين، واحنا ما نريد نروح ونتعب ويمنعونه، لكن احنا نريد ننقل الحقيقه. الحقيقه لازم تنقل خلال شاشه سامراء ومن خلال الناس الخيره حتى يشوفوها، لانه النازح حق علينا. يعني معقول احنا هذا الجو البارد لا بطانيات، وين تروح هاي البطانيات؟ وين يروح هذا الماء؟ اذا اكو فساد. احنا مو يطلع فقط المسؤول يتكلم هو ورباطه واللوغات مال القنوات والعمل ما موجود. احنا والله امام كل انظار الناس التقصير نقول مقصر حتى لو يكون على حساب اي شخص كان، لانه احنا ما نقبل، لان النازح هو ابننا واخونا، ولذلك احنا ان شاء الله وياه ودائما معه. تعالوا ويانا اليوم راح نشوف حلقة جديدة من برنامج هموم الناس. أهلا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى. الحقيقة إحنا ذكرنا قلنا يعني بالحلقة الماضية، مع الأسف إحنا صرنا غرباء في هذا الوطن، لكن ندعو من الله سبحانه وتعالى أن يفرج علينا ويزيل هذه الغمة عن هذه الأمة. الحقيقة اليوم معنا تقارير ومعنا اتصالات، راح نشوف وياكم أوضاع النازحين حالهم. شوف احنا دائما نذكر شيء مهم اخوان، احنا بالنسبه الوضع النازح الان، النازح ما يري شيء منا لحين الله سبحانه وتعالى ان يفرج عليهم هاي الهم ويرجعون الى دورهم واماكنهم. الان هو هم الوحيد ان يعني تكون هناك، يكون مكان يؤوي عائلته اطفاله بهذا الجو البارد. هاي يعني الامطار اللي سببت ذاك الاسبوع امطار غزيره وبرد، وتشوفون انتم حال هاي الناس. يعني الناس الان قاعده ببيوتها وتدفئة وسقف فوقها وشوف متضررة، كيف ذول الحال النازحين؟ لذلك احنا دعينا وقلنا يا بريد تكاتف، نريد يعني انه يعني تكون هناك همة حتى نجمع لهم
ملابس، نجمع بطانيات، وجزاهم الله ألف خير. أكو كثير من الناس بدت يعني تشتغل بهذا الموضوع. طبعا أكو نازحين في كل مكان، نازحينين وأقصد، راحوا لكل مكان هربا من القتال وهربا من البطش وقتل داعش، انتقلوا إلى محافظة صلاح الدين بالإضافة إلى أقليم كردستان، جوي داخل مركز صلاح الدين بالنسبة لتكريت، مناطق سامرة، مناطق أخرى. زميلنا مصطفى الوحادي الحقيقة زار أحد الأماكن اللي يعني هي دور مجمع، وشاف حال النازحين بالنسبة لأهالي نينوى شلون وضعهم. يعني رجعوا إلى الطرق الأولية البدائية، قاموا يخلون يحرقون نار بأشياء قديمة من السخانات حتى في سبيل أن يدفون أطفالهم، لأن نفط ماكو وغاز ماكو، وحتى لو أكو هم ما عندهم إمكانية. لذلك إحنا نتمنى إن شاء الله أن تكون هناك يعني حصص للنازحين، وندعو كل الأخوان الموجودين في صلاح الدين. والله يعني حقيقة أستاذ عمار المظهر جزاء الله ألف خير ما مقصر، يعني شفناه البارحة أحد القنوات تجول على كل، لكن هذا ما هو هذا الحال. يعني أنا إذا يجيني صهريج أوزع على كل الناس، يجيني صهريجين صير أفضل، ثلاثة أفضل، لكن الطريق من ينقطع شو تسوي العالم وين تروح؟ ولذلك إحنا نتمنى أن يكون هناك خزين، يتمنى أن تكون هناك يعني تكون حصص للنازحين، وأتمنى أنه تنتهي هذه المشكلة يا أخوان. وإحنا شتانا مو طويل، يعني الواحد والثاني إن شاء الله، الثالث ربيع وتنتهي هذه المشكلة. تعالوا خلونا نروح وياكم نشوف هذا التقرير أعده زميلنا مصطفى وحاد. أكثر من 1000 عائلة تسكن مجمع شقلاوة وسط تكريت، أغلب تلك العوائل من محافظة نينوى، والذين اشتكوا من عدم اهتمام حكومتهم المحلية بهم، بالأخص وهم يمرون بظروف إنسانية صعبة للغاية. نطالب مسؤولين نينوى، يعني إذا كنتم مسؤولين يعني نطالبهم يعني يشوفون حالتنا احنا هذا. والانتخابات غربت. والانتخابات غربت، ما ننتخب اي واحد منهم. اصبح هذا ننتخبهم نقطعه. احنا نشوف مسؤولين هنا وكلهم بربيل. اي هذا بكتر. تونس هو ما يدرون. يعني ما يدرون يعني بحالة النازحين، نازحين نينوى. مو بس على عامة نازحين نينوى، يعني بالعراق. والله يمكن. لا مو اكيد. لو ابناء محافظة كان جو وشافونا. تقريبا هسه فوق 100 عائلة من الموصل من قضاء الحظر، مناطقنا بعد ما تحررت وما شفنا كلها حر. فقط نشكر القوات الأمنية وأهل صلاح الدين عامة. وسائل تدفئة بدائية يستخدمها النازحون بالأخص مع انخفاض الكبير في درجات الحرارة، ما دفعهم للمطالبة من الجهات المعنية والمهتمة بحقوق الإنسان بإغاثتهم بالسرعة الممكنة، بالأخص وأن أغلب المواد التي تصلهم بعيدة عن حاجتهم الفعلية. حسن انت شو تسوي حاليا؟ حسن انا حاجة نعمل جهاز اتحم عليها. زين بدون نفط لا نفط لا شيء. لا لا وين اكرم؟ هو اكرم ولا اكرم؟ وين اكرم؟ فقط حق نحط نحط احذيه، نحط ورق، صندوق هذا مال، نحط صندوق مال مواد مال فواكه وتحم عليه. زين هذه ريحه دخان ما ترجع على الغرفه؟ لا اكو ريحه بس خليها وسط هذا التركات تطلع ريحه برا تبقى النار. نعم وخليها حط خشب اي شيء. ايش قد تقريبا تستمر كم ساعه هذه؟ والله ماكو ساعات، تقريبا حوالي ربع ساعه شويه يزيد النور. عشية تخلي يبيها؟ ايه كل ما تريد الخشبات يخلصن او تكرم الاحذيه لا يخلصن. نعم زيد لها شويه. شوف هالتالت مطحنا طلعت لنا من السخونه. والله اطباء يجون بس انا اقول لك ينطونا حبائب هاي ما عندهم علاج. حط لكم نفوط احد مركز؟ لا لا نفوط ما حد انطانا. سجلنا بالمحطة وبعد صارنا شهرين لحد الآن ما جبناه.
البطاقة. صوبات ماكو، راتب ماكو، هذا شايب راتب ما عندنا وقاعدين عطالة بطالة. مساعدات تجيكم؟ مساعدات والله تجينا، ما شيء وبعض التايتات النوب ما هي يعني من جينا هنا كل شيء ما جابونا. والله البرد تحشوه انت، الجو يعني بارد وصوبات ماكو ونفط ماكو. حتى النوب ايه. جايين خلص. ولازم ابو مازن شوي يدحج لنا يشوف النازحين شلون. اريد ان شاء الله ما يقصر ويانا، هو ما قصر بس اريد شوي ازيد شوي. لبرنامج هموم الناس، مصطفى الوحادي، تكريت. شكرا لزميلنا مصطفى على هذا التقرير. يعني هذه تكلمناها يا اخوان ما يخالف، لكن احنا نريد تضافر الجهود، وانا اتمنى ان شاء الله من كل الاخوان المسؤولين من المشتقات النفطيه ان يراعون هاي الناس، ولو هم ما مقصرين، لكن احنا نتمنى انه خاطب الجهات المختصه في بغداد، يعني محافظة صلاح الدين ما مقصرين على حصة تجيهم، هم راح يقصرون على النازحين. أعزائي المشاهدين، الحقيقة كثير من الناس يسألون عن موضوع حصص النفط. احنا بالحلقة اللي قبل الماضية تكلمنا انه كانت شحة في محافظة صلاح الدين من الغاز والنفط والبنزين، مشتقات النفطية، حتى الكهرباء، كانت اكو مناسبة دينية. الآن الأمور أحسن، بدأت توصل السيارات، بدأت توصل، لكن احنا ندعو أيضا مواطننا العزيز أنه احنا لا كل ما تصير شحة تكون هناك احنا سببها أيضا نسوي هذه الشحة احنا خلينا نكون يعني شوية نتحضر بهذا الموضوع، خلي نبدي يعني نثقف أنفسنا ونثقف الآخرين، بدل ما أنا يومية أروح أزود بالوقود، هم دا ينطون 40 لتر، خلي يكون كل 3 أيام 4 يخدمني. أهل التاكسيات نعم يجوز يحتاج يومية 40 لتر، حتى نبدي يعني نشوف حالنا. هذا بلدنا دا يقول لك تقشف بكل شيء، حتى بالأكل تقشف، حتى بالملابس، يعني هذا يقول لك تقشف بعد. أعزائي المشاهدين، حقيقة الآن كل الناس تنتظر موضوع تحرير قضاء تل عفر، وقضاء تل عفر من الأقضية المهمة الحقيقة، ومكانها الاستراتيجي أيضا يعني اللي يربط ما بين سوريا والعراق. وطبعا تل عفر قضاء جميل وكلتنا رايحين لهذا القضاء. أيضا به مشكلة النازحين وناس المساكين اللي نشوفهم متأذوا بهذا الاعتداء ومن خلال دخول داعش. الحقيقة حتى نعرف تفاصيل أكثر ينضم معي الأستاذ طارق حسين، عضو مجلس قضاء تل عفر. حياك الله أستاذ طارق. الله يحييك، حياك الله أستاذ العزيز أستاذ وليد. السلام عليكم، أولا أشكرك وأشكر قناة سامراء لإتاحتهم الفرصة لنا. الله يبارك أستاذ. الله يسلمك أستاذ طارق، ولو يعني أني الحقيقة أعتذر إن أنت شوية بوعكة صحية، لكنه حبينا أن يعني نعرف تفاصيل أكثر عن أوضاع النازحين بالنسبة للقضاء تل عفر، وين وصلوا الآن؟ والله العزيز يعني حقيقة الأوضاع أهالي تل عفر مأساوي جدا، يعني حقيقة مأساوية جدا جدا، لأن تفرقت حقيقة أهالي تل عفر إلى عدة مدن، والآن اليوم وصلوا عدد النازحين المعلقين في منطقة العزاز السورية إلى أكثر من 10,000 شخص، أكثرهم ناس أبرياء، حقيقة وضعهم سيء جدا، وهناك أكثر من 20 شخص ماتوا بسبب البرد القارص. ومن هنا نطالب الحكومة العراقية، من شاشتكم الكريمة يعني حقيقة نطالب الحكومة العراقية بالتدخل الفوري السريع لحل أزمتهم، لأن هم حاليا في حالة مأساوية جدا. نعم جزاك الله خير. استاذ طارق، احنا نعرف الان يعني بالنسبه للاوضاع النازحين داخل تل عفر وين صاروا الان، هم ابتعدوا يعني، هل دخلوا وين صاروا، يعني هم الناس وين راحوا هسه؟ استاذ العزيز، الناس حقيقه تفرقوا عده مدن، يعني حاليا موجودين في جنوب العراق وفي كردستان وفي كركوك
وفي تركيا يعني عندنا آلاف العوائل، وعندنا آلاف العوائل أيضا في مناطق سورية، فهم متوجهون عالقون يعني متوجهون إلى سوريا إلى تركيا العفو. يعني أستاذ طارق أكو يعني التساؤلات، أكو ناس الآن موجودين داخل القضاء، يعني أكو ناس بعدهم داخل قضاء تل عفار؟ نعم موجود داخل القضاء بس يعني قليل جدا، لأن يعني أكثرهم يلحوا باتجاه تركيا واتجاه في شمال العراق، وحاليا أكو عوائل أيضا معلقين في مناطق قريبة إلى كسك، هناك عدة عوائل معلقين يريدون طريق آمن مأوى إليهم لدخولهم إلى كردستان العراق. يعني استاذ طارق بالضبط الآن العوائل العالقة بأي مكان حتى بلكي يشوفوها المسؤولين في الأقليم وأيضا مسؤولين حكومة بغداد، الآن العوائل وين عالقة بالضبط؟ أخي العزيز هناك عوائل معلقة حاليا في منطقة كسك، في منطقة أبو ماريا، في منطقة قرية العلو الشمال الشرقي من تل عفاف، يقع هذه القرية الناس حاليا هناك معلقين ويريدون الطريق آمن، ونطالب أيضا من شاشتكم يعني نناشد حكومة أقليم كردستان بالتنسيق مع الحكومة المركزية لفتح ممر آمن للنازحين من أهالي تل عفاف التركمانية من جهة الكسك والعيارية، لأن هناك آلاف من العوائل يريدون ملجأ يعني آمن لهم، وهم أصبحوا اليوم الآن هم ذراع البشرية من داعش، خوفهم من داعش. نعم. طيب استاذ طارق يعني انتم بالنسبه لكم كاعضاء مجلس المسؤولين في قضاء تل عفار قدرتوا ان توصلون للناس تشوفون وضعهم؟ يعني اكو هناك امكانيه مساعده هاي العوائل؟ والله هناك حقيقه امنيه يعني لا يحق لنا الدخول للمناطق، يعني مناطق مسيطر عليها من قبل داعش. نعم. نعم في اقليم كردستان نعم وصلنا اليهم، وصلنا لهم مأوى مواد غذائية كتلة غذائية يعني حسب إمكانيات المحافظة أنقذنا ووزعناهم. طيب أستاذ طارق يعني أنتم ك يعني حكومة محلية بالنسبة لقضاء تل عفار يعني فكرتوا إن شاء الله بعد أن تتحرر القضاء كيفية رجوع النازحين، هل هناك خطة إن شاء الله مستقبلية لهذا الموضوع؟ نعم أكيد إن شاء الله هناك خطة إن شاء الله لعودتهم لديارهم، ونحن ايضا متواصلون مع القوات الامنيه والحكومه المركزيه، والنازحون اليوم متفرقون حقيقه يعني في الجنوب وفي الشمال وفي تركيا، يعني يحتاج التنسيق مع الحكومه العراقيه مع حكومات تركيا حكومه الاقليم مع حكومه تركيا لارجاع عوائل الى مدينه تل عفر. استاذ طارق احنا الحقيقه نشكرك وان شاء الله نتمنى انه نتواصل سويه في سبيل مساعدة العوائل العالقة، ونتمنى إن شاء الله أن تنزاح هذه الغمة ويرجعون أهالي تل عفر إلى مدينتهم إن شاء الله بإذنه تعالى. أنا أشكرك. أنا أشكرك أيضا جزاك الله خير، شكرا لتحتك الفرصة لنا، وإن شاء الله نحن متواصلون في أي دقيقة نحن معكم إن شاء الله. شكرا أستاذ طارق، شكرا جزيلا، بارك الله بك. يعني أعزائي المشاهدين هذا الوضع اللي تكلمنا عليه، نتمنى أنه يكون هناك مساعدات لهؤلاء العوائل وإن شاء الله يدخلون وتنتهي المشكلة بإذنه تعالى. أعزائي المشاهدين إحنا يعني الآن نشوف أكو فد شيء من التواصل من خلال برنامجنا، يعني الآن أكو قتال في سبيل تحرير المدن، ونشوف الآن القوات الأمنية، الحشد الشعبي، حشد العشائري، كلها تقاتل في سبيل طرد داعش، ويعني دخول علينا 2017 ويعم الأمن والسلام وترجع العوائل وتنتهي هذه المشكلة. لكن يعني الآن كثير من القوات الأمنية جرحى المصابين، يعني إحنا نشوف يعني هذا الفيسبوك موجود، لو كل واحد من عندنا يقلب يقول والله إحنا هذا العراق يمكن أحلى بلد بالعالم وأزقم بلد بالعالم، هو كل الحكي مو صحيح. يعني يوميا مطلعين وزيرة الصحة أكو فلان موضوع، اكو فلان موضوع، اكو يعني ادويه فاتت عقاقير، فاتت مستلزمات طبيه، وينها؟ هاي الان هسه قدامكم راح تشوفون ناس من القوات الامنيه جزاهم الله الف خير ضحوا بانفسهم في سبيل ان يخلونا نقعد هنا ويدافعون عني وعنك وعن الحرائر وعن العراقيات، الان نشوفهم اوضاعهم في المستشفيات حاله يرثى لها. يعني زميلي سجاد من الحله يعني رصد لي هذا التقرير وراح للمقاتلين اللي يشكون كل شيء ماكو. زين ليش يا اخوان؟
احنا هذا برنامجنا، قلنا برنامج كل العراقيين حتى نكون صادقين امام الله وامام جمهورنا وامام مشاهدنا. احنا هاي القناه قناه سامراء وبرنامجنا هي قناه كل العراقيين. احنا نروح للبصره، نروح بالحله، نروح بالنجف، نروح بكربلاء، موجودين في اربيل، موجودين في سليمانيه، في كل مكان. لكن ما نشوف هذا الخطا ونسكت عليه ما ممكن. تعالوا خلوا نروح ويانا نشوف هذا التقرير، التقرير اللي اعده زميلنا سجاد الخفاجي. أبطال يحملون أرواحهم على أكفهم من أجل استعادة أراضينا المحتلة التي دنسها داعش الإرهابي، راقدون في الردهات المخصصة للمقاتلين في مستشفى الحلة التعليمي، يعانون من إهمال القائمين عليهم وعدم اهتمام الجهات الحكومية بتضحياتهم. فمنهم من فقد بصره، ومنهم من كانت ذاكرته هي الثمن المدفوع لبطولته، وغيرهم الكثير. محل الجزار لا قائد ولا ضابط ولا مسؤول، واحد خابر قال الحمد لله على سلامتكم، متوا ما متوا ما كحد. والله طالبهم بس يزوروني ويشوفون هل يعني يعانون هل جروح مالاتنا. انا سعيد، انا اسمه مرود امرج، هذا علي شوفه قدامك صار له 6 أشهر فقد الذاكره، ما حال بحاله. عندنا هواي هواي، عندنا هواي جماعه يعني مصابين وغير مكانات وما حد يجي يوصلهم. اجي هذا الرسال مالته سيد، هذا الرسال مالته، شبيه قال هاي الرسال طاح الرسال شو مربته. يعني هو هذا المواطن، هو هذا المواطن يجي ابوه يزوره، يعني المقاتل يجي يبيع دمه. والله العظيم 14 يوم ما نازل اهلي، 14 يوم ما نازل. خابرني ابوي هذا وانا وراك، يقول لي بابا وين تقلب؟ ويانا ببغداد وانا بالموصل، لو بالقياره ما خليت مكان ما افترض. ومن يرجع يجي واحد علم على رسال، يابا امر فوز سيد هذا رسال ما نبلي يشم رايك بباش الرسال. يعني هو هذا تمنى من الشيء، هذا ما تمنى الشيء. اني ابلي ابطال اثنين جرحى اثنين ينتسبون الى وزاره الداخليه. الاول محمد ستار انجرح في معركه بيجي، وعلى اثرها حصل على تقارير طبيه لعلاجه خارج القطر. انتقيت بالبطل في وقتها وزير الداخليه محمد سالم الغبان، ولبى ما قصر الرجل وطلع عليها 3 سفرات الى طهران للعلاج. علاجه بعد ما منتهي للنص، واستقال السيد الوزير طلع. من استقالته ولحد الان اني اراجع دوائر وزاره الداخليه لاكمال علاجه، ما وصلت الى نتيجه. وعندي اخوي ثاني انصاب بمعركة، انضربت ضربه قويه برجلي، انضربت طحت على راسي حيل. انا من العام مصوب حد ربوعيه، الضربات هاي ضربه قويه، هاي دويره براسي. قمت يعني اقعد من اقوم ادوخ حيل، يكون شون هلي يكون شنو ابوي قبل لا اقعد، اصل اقوم ادوخ حيل قبل اطيح. صارت بهاي الحاله. مراقبون عن كثب لحالة الجرحى الراقدين في هذا المشفى، وعلى مدى عدة أشهر يتابعون حالة المقاتل علي، فإذا بهم يلمسون عدم وجود أي استجابة من قبل المعنيين، مما دفعهم إلى مناشدة وزارتي الصحة والداخلية والقائمين على هاتين الوزارتين بالاستجابة السريعة وإكمال إجراءات سفره على أمل تخفيف آلامه وتقديرا لتضحياته. ونتيجة للإهمال الذي يغطي هذه الردهات، كانت هنالك مبادرة من أهل الخير بجلب بعض الأدوية والمساعدات الطبية لهؤلاء الأبطال، والذين بدمائهم
في كل مرة يرون أراضي العراق ويحكون قصصا عن البطولات والفداء. قمنا اليوم بتوفير حقيقة بعض الأدوية والمستلزمات الطبية لإخواننا الجرحى، وهذا الجرحى لا تختصر فقط لجرحى الحشد الشعبي وإنما للجرحى التابعين إلى وزارة الداخلية ووزارة الدفاع. اليوم طبعا هذه التبرعات هي من الأهالي، من الأخوة المتبرعين، من الدعم اللوجستي في محافظة بابل. اليوم احنا حقيقة نسائل وزارة الصحة، نسائل الأخوة حقيقة وزيرة الصحة عديلة بتوفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية لهذا المكان المقدس. نعم، حالة علي احنا حقيقة التقينا مع الأطباء المختصين وكانت حالته تستوجب إخراجه خارج القطر. طبعا لحد الآن صار 6 أشهر مراقب في هذا المستشفى ولحد الآن لم يسافر إلى الخارج. كان شخص قبله من الإخوان حقيقة من الشرطة الاتحادية كان مصاب بإطلاقة نارية في ظهره، وحقيقة بقى 3 أشهر إلى أن استشهد في داخل المستشفى. اليوم احنا نناشد حقيقة وزارة الداخلية ونناشد وكيل وزارة الداخلية حقيقة بمتابعة جرحاه. اليوم آمر فوجة أو آمر لواء مساءل أمام الله سبحانه وتعالى بين متابعة هؤلاء الأخوة الموجودين وهؤلاء الجرحى، ولولاهم حقيقة اليوم ما بقينا في هذا المكان، لولا تضحياتهم وتضحياتهم حقيقة الملحوظة اليوم. واليوم تعرفون اليوم أخوانكم بالحشد الشعبي والشرطة الاتحادية على مشارف تحرير العراق وحقيقة مشارف إدخال الموصل. بداية طبعا نشكر قناتكم على هذه التغطية وحضورهم إلى المستشفى الحلة التعليمي الجراحي. حقيقة اليوم قمنا بزيارة إلى مستشفى الحلة الجراحي، وفي كل مرة عندما نزور الجرحى في المستشفى نجد هذا المجاهد البطل علي غني يرقد في المستشفى، والآن صار له 6 أشهر هو راقد في المستشفى. طبعا هذا المجاهد مضروب في رأسه وأيضا في رجله بلاتين، وأيضا يعني أطراف رجله اليمنى ورجله اليمنى اليسرى وإيده اليسرى انشلن طبعا بسبب هذه الضربة. هذا المجاهد البطل اليوم نجده راقد في المستشفى ويتمنى مثل ما الآن سمعتوا صار اللقاء معه، يتمنى أن يرجع وأن يكون في جبهات القتال مع أقران ليقاتل داعش. ويعجز اللسان عن الكلام أمام معاناة مقاتلين ضحوا بأرواحهم من أجل الوطن. من داخل الجناح الخاص لجرح الحشد الشعبي والمقاتلين بمستشفى الحلة التعليمي السجاد الخفاجي، برنامج هموم الناس. شكرا للزميل سجاد الخفاجي على هذا التقرير. وهذا يعني احنا اللي تكلمنا عليه يا اخوان، هذول الناس ضحوا بانفسهم في سبيلنا وسبيل كل العراقيين، التالي مهمولين ومذبوبين هيك بهاي الوضعيه. الحقيقه ينضم معي الان زميلنا سجاد الخفاجي مراسلنا من الحله. حياك الله يا زميلي سجاد. حياك الله زميلي وليد، وتحيه طيبه لكل مشاهدي قناه سامراء وبرنامج هموم الناس. الحقيقة أنا أشكرك، يعني أنت مواضيعك قيمة الحقيقة، وهذه رسالة إحنا نوجهها لكل الخيرين طبعاً، وإضافة إلى يعني الحكومة المحلية أيضاً الناشد حكومة المركز ووزارة الصحة. يعني ما السبب هذا الإهمال سجاد؟ نعم زميلي، بالنسبة لهذا يعني هو ليس فقط قصة يعني علي غني، علي غني هو أحد المقاتلين ضمن الشرطة الاتحادية، أيضاً هناك الكثير من المقاتلين يقودون في مستشفى الحلة التعليمي. السبب هنا ينعكس أول شيء عدم توفر الأدوية والعلاجات في مستشفى الحلة التعليمي. بعض الحشد الشعبي القائمين على الحشد الشعبي هم من يتبرعون بالعلاجات. الإمكانيات يعني إمكانيات هؤلاء المقاتلين إمكانيات محدودة، لا يستطيعون توفير العلاج. إضافة إلى ذلك يعني هناك يعني على سبيل المقاتل علي يحتاج الى السفر خارج العراق، قدم حسب ما ذكر والده قدم يعني طلب اكثر من طلب لوزاره الصحه ولوزاره الداخليه، لكن بسبب الروتين والانفاق تاخرت يعني منذ 6 أشهر. اضافه الى ذلك يعني صعوبه هؤلاء المقاتلين، هناك الكثير من المقاتلين لكن صعوبه الوصول اليهم يعني في مستشفى الحله التعليمي وفي بعض المستشفيات بسبب انه
القاتل اللي يعاني منه هؤلاء المقاتلين. احنا الحقيقه سجاد يعني ما نريد مثلا نلوم المستشفى او نلوم الحكومه اللي داخل المحافظه، لكن احنا نريد الناشد انه يزودون العقاقير، يزودون المستلزمات الطبيه لهاي الناس، واحنا نشوف انه هذا حرب قتال، يعني لازم هناك تكون اكو يعني جهود مستثناه في سبيل استقبال هؤلاء الجرحى ويعني انقاذهم. يعني هذا اللي المشكله يعني المشكله غير متوقفه على مستشفى الحل التعليمي، كادر المستشفى يقومون بواجبهم يعني باعطاء العلاج، ضرب الابر، الاستشهاد المريض، لكن المشكله انه بعض المرضى يحتاجون الى علاج خارج البلد، يعني هذا المشكله متوقفه عن يعني مرتبطه بها وزاره الداخليه وايضا يعني وزاره الصحه. الان هناك يعني سفارات في العراق لغرض العلاج من قبل يعني وزاره الصحه، ايضا هناك وفد داخل المستشفى يعني لجنه من قبل وزاره الصحه، لكن للاسف الشديد ماكو اي اجراء صار بهذا الخصوص. يعني المقاتل علي هو احد المقاتلين كثير، هناك مقاتل اخر من يعني من العقرب الرد السريع ايضا لم يجد الدعم، او حتى ابسط يعني ابسط الامور حتى الزياره لم يجد، يعني ماكو انه احد زار من الوحده مالته القائد او الضابط. احنا نتمنى ان شاء الله من خلال تقريرنا واتصالك يعني يا زميلي سجاد ان يشوفوها، وهاي ايضا دعوه الى حكومه بابل وايضا الى الحكومه المركزيه. انا اشكرك واشكر حقيقه انضمامك وتعاونك معنا في سبيل هذه التقارير. شكرا جزيلا سجاد الخفاجي، شكرا جزيلا. اعزائي المشاهدين، الحقيقه زميل المخرج ما تبقى من الوقت تقريبا 10 دقائق، خلينا نفتح اتصالاتنا لكل المشاهدين حتى نقدر نغطي ما يريدوه أو نفتهم ما يريدوه، أيضا على الاس ام اس 0770218485 0770218485. أعزائي المشاهدين، الحقيقة يعني أكو موضوع بالنسبة لموضوع النازحين، دا يسألون موضوع نازحي البص العفو الموصل. يعني الآن أكو نزوح، أكو نزوح من المناطق الموجودة بالداخل الموصل، يعني الساحل الأيسر الموصل والقرى القريبة، دا ينزحون إلى داخل أقليم كردستان وإلى الأماكن الأخرى، يسألون إمكانية المساعدة. يا أخوان إحنا تكلمنا بالحلقة الماضية، قلنا يعني عن طريق المساجد الناس دا تتبرع وتجي حتى توصل هذه يعني المعونات، وده توصل هذه البطانيات والملابس الى الاخوه النازحين. خلينا نقول ما نقول الدوله ما عندها والدوله ده تنطي بشيء يعني قليل، لكن نقول نريد نساعدها في سبيل النازحين والمسك. معي ام احمد من سامراء، حياك الله ام احمد. السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا ام احمد. شلونك استاذ وليد؟ الله يبارك فيك يخليك، هلا ابو محمد تفضلي. استاذ وليد انا من هاي المياه السامرة. نعم. يجيبوها ويقولون لنا المصورة اطراف، نعطيهم اياها يقولون لنا لا على الاصيات، الاصيات تنتجها عند النفط، روح تجيبوها احنا ما نعطيكم، من شوية ياخذوها ويطلعون، يبوبوهن على ليش؟ ما دا افتهم شنو شنو دا تطلبوا أم أحمد؟ الصوت غير واضح أم أحمد. أمود هاي الصحيات اللي يدعون لها السامرة. نعم. يقولون البطايق المصورة، نجيب لهم إياها، على ما ياخذون يرد يقولون لا، جيبوا الأصليات، ورا شوي ما يعطونا ياخذون. زميلي المخرج أرجو أن تفهمني أم أحمد شنو اللي تطلبه حتى نقدر نسجل ما تطلب ان شاء الله، لان مدى افتهم الحقيقه. منو؟ اخت فاطمه صديقه برنامجنا، تفضلي اخت فاطمه من ميسان. الو السلام عليكم. اهلا اخت فاطمه، شلونك؟ ميسان شلونها؟ شلونك استاذ وليد الله يخليك، بارك الله فيك. والله يسلمك، والله شو شلوننا؟ احنا فوق ما مرضى النوب هاي اللقطات وهاي المشاكل. لا تشوفوها. استاذ وليد بعد والله العظيم انا يعني قاعده اتقطع بس ما بجي شيء، خصوصا من شفت هذول الناس تكرم يشعلون احذيه ويشعلون تاخذون حتى يتحمون، واحنا ما نشغل الصوبه بالقرى
لو دخان نشغلها برا ونطببها. يعني شوف ايش قد فرق بين ناس وناس، ولكن يعني اكرمكم عند الله اتقاكم، ولكن هذول ناس يعني الله حبهم، لالله سبحانه وتعالى لو احب قوما ابتلاهم، يعني الله حبهم وابتلاهم هذا البلاء العظيم، وما اتصور اكو اكثر من هذا الابتلاء بعد. والله يا اخت فاطمه احنا احنا نقول الغيره لعند هذا المواطن الشريف البطل المجاهد الفاقد الذاكره، تكون الغيره براس هذا تصير براس المسؤولين كلهم. شفت استاذ وليد شلون صوب مرتين بالحرب ويقول اتمنى اطيب، ما يقول اتمنى اطيب واروح لامي وارجع، يقول اتمنى اطيب وارجع جاهز. اي ارجع يرجع، هو هذا العراق الاصيل اللي عرفناه، هو هذا العراق. الحمد لله والشكر النصر ان شاء الله من الله. الحمد لله. استاذ وليد. انا اشكرك اخت فاطمه واسال من الله سبحانه وتعالى ان يشافي مرضانا ومرضى المسلمين ويرجعون لاهلهم ولاحبابهم، وهو هذا العراق اللي احنا تكلمنا عليه. شوف هو بهالحال هذا ويقول انا بس اريد اطيب حتى ارجع لوحدتي وارجع اقاتل، لكن احنا ما مهتمين به. شوف يعني الناس دا تتبرع، وين لعد الفلوس؟ وين يوم يوم طالعينها فلان جبنا فلان شيء جبنا وينها؟ شو هاي المساكين بالمحافظات تريد المستلزمات الطبيه وما موجوده، هذه كارثه. ايضا اعزائي المشاهدين، الاخ ابو يوسف يسال عن موضوع التقاعد. احنا ذكرنا يا اخوان قلنا هاي مساله التقاعد حتى ذكرها السيد محافظ صلاح الدين، وانا كل حلقه دا اذكرها، انه ما نصفوا دائره التقاعد العامه، ما نصفت اهالي محافظه صلاح الدين ومتقاعدين المجالس، وهذه كارثه لحد هذه الساعه. والان هم بدوا من شهر الواحد راح يقطعون من الموظفين ومن المتقاعدين تقريبا 3.8 يعني قول 4، يعني كل مليون 40,000، هذا اذا يستلم مليون، زين اذا هو يستلم 400 يعني هم قصوها للرواتب. ويعني شوف اكو مشاكل، يعني الان التعيينات وقفت وما اعرف شلون الناس راح تشتغل وشلون راح كارثه هذه. احمد من الطارميه، تفضل اخي احمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ وليد حياك الله، تفضل. وليد اني نازح من تكريت. نعم. اني نازح من تكريت، اني اصلي الطارميه. نعم ساكن بتكريت مهجر حاليا بسامرة. نعم. عندي بطاقة ذكية استلمت بيها مليون. نعم. كل ما اروح اقرب اراجع يقول لي سؤالي فشل، سؤالي فشل. فقالوا لي عندك غلط بالمعاملة. رحت راجعت دارة الهجرة والمهجرين يقولوا لي ما غلط عندك، وهسه انا بالله يعني حاير. انت وين راجعت؟ داخل سامرة؟ دار سامرة. نعم. انت مين طلعت هالبطاقة؟ من سامرة. من سامرة؟ نعم. ويقولوا لك ما بيها شيء؟ يقولوا لي لا والله ما بيها شيء. رحت على المكتب لقيت القوائم اسمها ماكو هذا اللي بيها غلط بالمعاملات. نعم. اخوي احمد خلي لي رقمك يم يوسف بالكنترول، وان شاء الله اني اتصل بيك حتى تبعث لي الرقم البطاقة مالتك، نشيكه هنا ونشوفه ان شاء الله. اي والله استاذ ممنون لك، والله العظيم حالي بين حالي. حاضر حاضر، ان شاء الله بخدمتكم، احنا بخدمتكم ان شاء الله. اشكر اتصالك، بارك الله بك. يعني اعزائي المشاهدين هذه ايضا مشكله يعني دا يعانون منها الناس، واحنا بدنا نتجاوزها لهذه المشكله، لانه احنا الان ملتهين المفروض نشوف حال النازحين، نشوف ترتيباتهم، شلون نقدر نوصل لهم المعونه، شلون نقدر نوصل لهم المساعدات. خلي تكون هذه مساله البطاقه الذكيه مساله منتهيه، وشوفوا هاي الناس اللي ما استلمت. انا متاكد الان ما استلموا اكثر من 100,000 حتى ما اكون مبالغ، يعني او 80,000، يعني هذا هم عدد كبير، يعني دي يتصلون بينا ما يعني ما يعني بالنسبه للهجره والمهجرين هي المسؤوله على هذا الموضوع، مو اهل البطاقه الذكيه الكي كارد. البطاقه الذكيه هي شركه، هي الكي كارد شركه تصرف هاي المبالغ. او اما بالنسبه للموضوع وزاره الهجره، دائره الهجره والمهجرين هي اخذت بيانات وسوت المنظومه مالتها واستماعي الخاصه
بكل البرامج الحاسوبية اللي دخلوا بها الأسماء ودخلوا بها المعلومات هم المسؤولين بعد. أما أنا مثلا حقي كمواطن مهجر وهذه حقوق الناس حقوق دولية زين أنتوا يعني هاي إحنا خلونا نقول إذا مثلا ما راح نقول 80,000 راح نقول نصها 40,000 زين 40,000 إذا على مليون هو هذا الفساد بعينه. لذلك هذه مو تهمة وإنما هذا توجيه إحنا نقول أكو ناس ما أخذت. إحنا ما مال يطلع واحد بشاشات التلفاز ويصرح ويحكي وهو أكو ناس مظلومة. هذا المظلوم يدعي بجوف الليل على الظالم الله سبحانه وتعالى يعني ما بينه وبين رب العالمين حجاب. يدعي عليك أخي أنت مسؤول صرت أنت مسؤول على هاي الناس. فالآن أكو أعداد هواية مدى تستلم هاي وأيضا إضافة لهاي مشكلة المهجرين بطاقة ذكية هي مشكلة وصول المساعدات إلى كل النازحين. إحنا إن شاء الله نتأمل أن نوصلهم ونشوف احتياجاتهم بالأيام القليلة القادمة. أنا أشكر زملائي وأشكر كل الأخوة اللي ساعدونا في سبيل إنجاح هذا البرنامج. حتى ألتقيكم في حلقة جديدة استودعكم الله وإلى اللقاء.